المواطنين الكرام، نحن سعيدين جدا نلتقي بصحفيين صباح اليوم. أول حاجة لتنوير عن الاحتفالات التامة اللي هو عيد الكريسماس ورأس السنة. مبارحة القيادة بتاع الشرطة قعدت وهم اتشاوروا حول الاستعدادات التامة والإجراءات العملية وكيفية كان الأمن في خلال عيد الكريسماس ورأس السنة. ففي الاجتماع اتضح أنه في إشادة كبير من قبل المواطنين، لأنه العيد تم بالسلام وما سجلنا حوادث كثيرة على مستوى البلاد كله. وبس طبعا في ظواهر كان هنا وهناك، لكن تم السيطرة عليه. وعلى رأسهم كان موضوع بتاع النيجس كان منتشر، لكن ما كان أثناء العيد وبعده لحد يوم 31 حصل فيه حادثين كبار، مات فيه 2 من الأطفال بتاعنا. وبالأمس في الميسا في منطقة بتاع لوغلوغوان مجموعة بتاع نيجس، في مجموعة لوغلوغو ده اسمه رونج جانج، معه في سولديرز بويز، ده مجموعتين بتاع نيجس. هم كل مجموعة قتل من المجموعة الثانية، والمجموعة بتاع رونج جانج ده مبارك جمع في لوغلوغوان على أساس إنه يمشوا يعملوا ريفين اللي هو كفتار وتزول بتاعهم القتلوا. فالكويس أدونا معلومة بسرعة ونحن مشينا، وفعلا يعني حصل اشتباك لأنهم بدوا بالاعتداء على القوات الشرطة اللي كانوا موجودين هناك. ومن ضمن الحوادث إنه عندنا أفراد بتاعنا يتعوقوا يعني ضربوهم، وبرضو يتعادوا عليهم بالضرب. والحمد لله قدرنا سيطرنا على الموقف تماما وقبضنا 42 منهم، وهم ما سيعوا قدامنا هنا. وبدينا إجراءات طوالي من يوم أمس في حتة بتاع التحقيق معهم وفتح البلاغات وكده. والموسف إنه جينا لقينا إنه في بعض أمهات بتاعنا كانوا متورطين. في مرة هو الأول زول كفت عسكري بتاع بوليس، لأنه وبعدين في بيت برضو فلك عسكري بتاع بوليس، كلهم ديل مقبوضين، بس التحري جاري معهم. فده ظاهرة خطيرة جدا جدا، والميدان اللي هم قاعدين بيستعملوه ميدان خطيرة جدا خطيرة جدا، يعني فيها عصايات بقطوا في راسهم مسامير برا من سكاكين برا من السواتير. يوما بشاكل ابوه، يعني ده حاجه خطير جدا جدا. يعني ده يعني لو لقى زول اصله معناه محكوم له بالاعدام اللي هو الموت المحقق. بالتالي نحن في جانبنا طبعا استفرنا كل القوات بتاعنا عشان نتاكد انه الظاهره ده لازم ننتهوا منه بصفه نهائيه وكامل، وعملنا كل الترتيبات المطلوبة عشان الظاهرة دي نوقفه. بس القوات بتاعنا منتشرة على مستوى المدينة بتاع جوبا، والسيطرة الحمد لله تمام. الشيء اللي حبينا انه نشارك فيه المواطنين انه يا جماعة اشوفوا هذيل ديال بتاعنا، وبالتالي يعني تشوفوا مرحلة اللي هم وصلوا فيه انه بيقتلوا بعض. يا واسع في يومين الفات مات فيهم 2 عيال صغار، وعشان كده أن هنا الأسر لازم 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 إنه يكونوا جزء من العملية بتاع الإصلاح على اللي دايرينه. يعني أي زول أم ولا أب لازم تتأكد جناك جاي من وين وماشي وين وماشي مع ناس منه. وهنا بنحذر الشباب ديل إنه أنتوا يا جماعة مستقبل قدامكم كبير، أنتوا تخلوا شغل بتاعكم ده، لو في ناس وراكم أننا هنصل للناس دي. أننا متعبين وعارفين في ناس اللي بمولوكم وفي ناس اللي بيساعدوكم تعملوا مشاكل. برضو الأمهات في الأحياء بتعملوا عرقي المريسة بتاع البلد ده. البلد ده يا عيال ده بمشي بيشتروا، وفي نفس الوقت يجي يقتلوا بعضهم فوقهم، أنتوا جزء منه. أنتوا لازم المريسة ما ممنوع، لكن بيقول زول كبير ما بيقول جنة صغير. حتى مبارك كان معنا سيد العمدة ومشكور، يعني كان معنا في كل الأحداث، إنه هو لمعالجة بتاع ده طلع أوامر
أوامر محلية. أول حاجة منع أبو المريس الصغير بنادو جنفار هسه بقى ما في الأسواق يعني إلا يكون في البارات، وبالتالي يعني ده برضو مساهمة منه على أساس إنه الظاهرة ده لازم ينهو. فهنينا مشكورين جدا له ولكل الناس اللي ساهموا معنا، لكن أننا دايرين مزيد من التعاون، التعاون بالذات من الأسر، لأنه أننا الجنة في بيت ده مسؤوليتك، لكن في الشارع ده مسؤوليتنا. وبعد ذلك لما نيجي الشارع نتعامل معه، أنتم ما تجي تاني تجي تقول بوليس عمل وبوليس عمل. يعني شوف الظاهرة بتاع أمس ده خطير جدا، يعني زول بوليس في يونيفورم يضربوا بحجر ويدلوا كف ودايرين الدوتيل. يعني ده يعني الضابط ده كان حكيم جدا، يعني لو كان زول تاني فقط سيطرة كان ممكن يضرب الناس ديل، لكن الحمد لله ما قدر قبضهم وكده. بالتالي لازم أي زول يلعب دور بتاعه في هذا المسألة الخطير القاعد يجينا على المجتمع بتاعنا، خاصة في مدينة جوبا ومناطق لولوغو وقديلي وكل الشركات. نحن هسه بعد استنفرنا كل القوات، نحن هنكون معهم ديجا نتأكدوا إنه الظاهرة ده انتهى نهائيا. وطبعا الجماعة ديل من بكرة طوال هيودوهم المحاكم، وبعد ذلك الإجراءات القانونية كله يكتمل وينتهي. وهسا ندي فرصة للسيد مدير شرطة مساعد مفتش العام ومدير شرطة ولاية الاستوائية الوسطى، فتفضل مشكورا سعادتك.